مبسوط ان انا شفت التاريخ اللي انا عشته او عشت جزء منه او شاركت فيه. لكن اللي انا زعلان عليه ان الشباب اللي موجودين اولادنا واخواتنا اللي موجودين في الميادين وشبابنا اللي ما عندوش الخلفية اللي احنا شفناها، وان التاريخ يفضل حديث ادراج او اشرطة يخلي الواحد يزعل اكتر. يعني احنا شايفين انت بتعمل عملية كفاح ثقافي، بنتمنى ان تكون موجودة في التلفزيون في القنوات، يكون لها نشر واسع علشان الشباب المغيب يفهم حقيقة الوطن بتاعه ويفهم ان كان في ناس مفكرين ومثقفين زي استاذ فتحي كسر رضوان وزي الناس اللي كتبوا التاريخ وزي الناس اللي بتتكلم برضو عن محمد نجيب حلو ومحمد نجيب وحش، عبد الناصر حلو ومحمد الناصر وحش. التاريخ موجود موثق، خده بعمله بفكره، قيمه انت كشاب عشان تتعلم تكون ثقافتك الوطنية ايه. انا اتمنى ان الحاجات دي تخرج للناس، تخرج للشباب، وجزاك الله خير. تمام، تعقيب سريع. يعني الرجل ده محدش يعرف يدخل السويس يعني من غير ما يكون هو مفتاح. اعمل نظم لنا عرض نجيب ده مستوى للشباب ولغيرهم، وانت راجل مسؤول عن كل يعني مفاتيح في ايدك، اعمل وادعينا. انا جيت لك السويس باذن الله وما كانش فيه ولا واحد، وكان قصر الثقافه مقفول، ولولا انت هنعمل في الاعلام. وانت يعني في وسط الدبابات والمجنزرات الاعلام، مراكز النيل الاعلام. يا عم انا بتكلم، يا انت تتكلم يا انا اتكلم. فعلى المستوى الاول نظم عرضا للشباب في السويس. المستوى الثاني علشان ده يوصل للناس، بندعوكم والورق اللي بين ايديكم والدعوه اللي بين ايديكم بتقول ان علينا ان ننشئ قناه شعبيه اهليه ثقافيه، يعني تؤسس لشبكه قنوات شعبيه تقدم مثل هذه الاشياء. ودون هذا فما فيش حد من الاحتكارات اللي موجوده للميديا. عندنا عمرين اتنين، 900 قناه، مفروض انها القمر ده لمن؟ القمر نايل سادة لمين؟ اذا لم تنهض نقاباتنا وجمعياتنا واتحاداتنا والى اخره لانشاء قنواتها تاسيسها وامتلاكها، فعمر الحاجات دي ما تشوف. فانت وسائر ابناء شعبنا المسؤولون عن غيبه قنوات شعبيه، بغيرها مش هيصل مثل هذا، ومش هتشوف غير اللي انت بتشوفه مما يفتك بعقل الشباب والاجيال والبشريه. تحرير العقل في كلمه، يعني حقك تباشره طالما حرمت منه، وما تزال القوانين القائمه، قانون 1379 بتاع اتحاد الاذاعه والتلفزيون دست فيه، رغم انه 79 يعني بعد الغاء وزاره الاعلام دست فيه ماده لاول مره في تاريخ مصر بتقول ثلاث كلمات كده، عملهم رفعت المحجوب بعد ما تناقش القانون القائم على الغاء الوزاره، تقول تحتكر الحكومه ملكيه الاذاعه والتلفزيون. ده عمره ما حصل في تاريخ مصر وما يزال قائم القانون ده. فايانا يلتقيان؟ هل عقل الامه ده ولا النايل ساد ده معمول للاستثمار اللي يدفع يسيطر على عقل الامه؟ انا الاوان بعد ما مر من عمرنا، عمر شعبنا اللي مر وانتهى عصر الفضائيات وبدات ثوره الاتصالات تبقى الوسائط التفاعليه هي الراهن والمستقبل، ان ما باقي من عمر للقنوات الفضائيه دي ان يلحق شعبنا يعني سنه ولا اتنين ده هيبقى بره التاريخ.